السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فارس. النهاردة هلعب ضد آدم المواجهة التانية على القناة. طبعا لو شفتوا المواجهة الأولى كانت انتهت بالتعادل 2-2 في فيفا القديمة. بقى دلوقتي احنا في FC الجديدة، وهنشوف بقى مين هيفوز. طيب يا شباب، دلوقتي فارس ما يعرفش عندي مين في التشكيلة، تمام؟ ولا انا اعرف فارس عنده مين، فاحنا ايه هنشوف كده، احنا وحظنا، صح يا فارس؟ انا لسه والله ما اعرف هو معاه مين. طيب فابعت فارس، ابعت لي كده فارس تمام، يلا. ابعت لي طبعا شوف اي حد، اي حد عندي تيك توك يروح يشترك على، يعمل لي فولو على حسابي باسم سداكي 3 حاجة. طيب بعت لك اهو. تمام فارس، اقول انا كمان الفيديو يوصل، الفيديو ده يوصل قد ايه؟ وصل قد ايه؟ طب يا جماعه قبل ما نقول هيوصل قد ايه، لو شايفين فرق هيكسب اكتبوا في التعليقات، ولو شايفين هيكسب اكتبوا لي برضه في التعليقات. تمام اكيد احنا اختلفنا خالص بقى، وكمان اللعبة بقى اكيد بقت عايز الفيديو ده يوصل قد ايه يا فارس؟ 100 لايك. 100 لايك؟ لا يا عم مش هيعرف. هنشوف. شوف يلا بسم الله. انا شايف بلي، انا شايف بلي مشكلة ايه مع بلي. وفينيسيوس برضو زي لوزانو، بس هو عنده لوزانو 89. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه الكرة معاك؟ ايه الظلم؟ عشان اللي باع لو شكلي اخسر والله. ايه ده، انت بتدي الكرة فين؟ النت عندي اسمه ده احمر، موجود عندي ان هو اخضر. عندك انت تمام هو ماشي. اضغط عليه. ايه ده، عدى ازاي ده؟ العرضيات في اللعبة دي مسموحة لان هي هنا مش جليتش. لا النت عندي مهنج جامد. ما يبصيش ما يبصيش. ماشي يا مكوكو، يلا يا مكوكو. ما جاتش. ايوه انديكا دي واحدة. يلا اضغط عليه. ايوه اخ اخد الضغط دي برضه. ايوه حلو عندك والله، عندك ده مدافع مظلوم قوي في اللعبه الصراحه. بيليه لا الحركه دي ما اعرفش عندي بيليه، القرف ده. فبيليه قوي اوي. اسكت يا فارس، ده انا ما قلتلكش. لا اتضحك عليا بيليه فارس. ده انا اطوره ولا تضيع وقت الصراحه؟ لا ما تطوروش. انت اصلا المفروض تستنى بقى. شويه صح، يرخص عشان هو كده، هو كده هو هيبقى قصدي هيضحك عليك جامد. ده ممكن يوصل لحد 4 مليون. ممكن بس في كتير عليه برضه، بس بيليه برضه حاطين لاعب قوي. بيليه معروف هو بطاقته النت عندي كلها. احمر. والله شباب الشوط التاني بدأ من 70، طبعا بيستهبل وبيضحك بيضيع الكوره. يلا يا روزان عمال تدي زحلقة. اوه يا كوبري دخل عنيف. ايوه لا يلا ورينا قدرتك يلا. لا الاول. ايوه يا لوزانو خد فارس. قول بصراحة، مش انا اللي اكتشفت لوزانو في زهر؟ ايوه بصراحة رشيق جدا اللوكس سريع الصراحة. انا هبيع شكل كده، هبيع بيني لان الحركة بتاعته رخمة، وانا اقدر ابدل الحركة دي؟ لا لا دي الحركة بتاعته. ممكن تعمل حركات موارة انت عادي، تظبط حركات الموارة. طيب يا فينيسيوس، طيب يا فينيسيوس يلا. ايوه كده بس. ده انا كان في حارس قبل ده، لو شط كرة كده ارضية من بعيد الكرة هتروح بطيئة على الملعب ويجيبها جون وتيجي جون. فينيسيوس ايه ده؟ ايه رايك في المدافع بتاعي؟ لا لا ايوه فاول يا عم، انت طردتني.
لا هو الحكم، هو الحكم مفيش فاول. طب معلش يا تخسير، طبعا بتاع نفوز يا جماعه، بس التوضيح ده يبقى ذهاب وعوده. يعني لو انا دلوقتي فارس هيبعت لي، تمام، انا حاليا الجون عند دلوقتي باتنين، ها يا فارس، فانا حاليا 2-0 عشان انت اللي بعت لي، انا بقى بعت لك. المباراة كده تنتهي كده. طيب دلوقتي كده 2-0، دلوقتي انا بعت لك، لو انت دخلت جون ده يبقى ملعبي اصلا، فانت كده هتبقى اتعادلت. انت بقى ايه ديك الافضليه في الماتش الجاي، عشان انت لو دخلت جونين بس تكسب، فاهم؟ انا لو جبت جونين انت جايب جون واحد بس. ولا نخليها اللي دخل جون يبقى جون؟ لا لا، نلعب ماتش ذهاب وعودة كده، احنا لعبنا ماتش ذهاب، نلعب بقى ماتش العودة. ايوه يبقى ماتش، يعني هيبقى اسمه ده لو على ارضي ب10 وكده ولا لا؟ يعني في جونين قصدي. لا لا طب ابعت لي، يلا طيب ابعت انت بقى، انا بعت لك بعدين. لا ابعت انت بقى. ده صح، دول بس يبقى دلوقتي من حد بعد 1-0 صح؟ هو 1-0. يلا يا جماعة، هو ده الماتش التاني اهو، الماتش الأول انتهى 1-0، وده الماتش التاني بقى. ايوه ده بقى، ده العودة بتاعت فارس. فارس هتعمل ايه، منتدى؟ هعمل المنتدى 2-1، 2-0 ولا هدخل، ولا هدخل فيك كمان جونين؟ لا هعمل المنتدى، يا عم ماشي نشوف. هنشوف. على فكرة الحارس اللي انت بتلعب بيه ده وحش، انا عارف هو في حارس كويس، مش لاقي حارس كويس. اوليفر جيرود كويس، انت هو ازاي بيعدي من المدافعين ده؟ لا التاني التاني لا خلاص بص يا فارس، صراحة أقوى أندبي في اللعبة هو فينيسيوس. أنا عارف، بس مشكلته في حاجة واحدة، فينيسيوس نصف ولا لا؟ كنت عايز حركة كده جديدة في اللعبة. دي قطعت فيه، يا لهوي جول. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صدها ازاي؟ قلت لك يا ابني، بص اصلا طوله قد ايه؟ ايه ده؟ اوليفر حد بص كده. ايوه اللزوم بقى، زي ما ضيعت على الاقل سجل جون. طيب على الاقل هسجل جون واعمل المنتدى زي ما انت عملت برضو في الفيديو اللي فات، كان 2-0 فجأة انت جبت جونين مش عارف ازاي. من 70. لا 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 لا، خد دفاع، خد دفاع الاول. ماشي كده 2-1، فرصة التعادل قربت. انا ممكن ادخل جون اصلا دلوقتي تاني. دخل. طيب لو دخلت يبقى انا القاضية صح؟ لو دخلت كده يبقى انا ناقص لي جونين، ده كان ناقص لي جون لازم اسجله بقى. ايوه ازاي بيعدي الدفاع كده؟ أيوة. الدفاع بيعمل ايه؟ دفاع. ايوه كده، ايوه كده، اخيرا الدفاع عمل شغل. انت اشتريت الحركة دي يا محظوظ. الله، الريمونت، التعادل، الريمونت من فينيسيوس. انا فينيسيوس ومطوره كمان، مطوره ده بصراحة اللعب كمان مش عارف. انت عايز اقول لك، انت ملاحظ ان رقم 9 هو اوليفر جيرود؟ لا دي ليه، دي وحش، دي وحش، شفت؟ زعلان؟ اطلع يا جيرود. ماشي يلا ركنية. طب الجيرود ليه ما طلعش على الكو؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لازم ما اخسرش، لازم ما اخسرش. الشوط الاول انتهى تعادل كده، احنا لحد دلوقتي تعادل. يا الله شكله اخسر كده.
الو، ايه ده هو اللي فاول. فاول. استنى خلي، ايه ده، انا دوست تمرير عادي. ديال ده يا جماعة استنوا الفيديو الجاي، انا وفارس بعد ساعة هنزل اقولك عليا فارس. ايه؟ لا خليها مفاجأة بقى للمتابعين. لا لا يلا. عدت من فوق المرمى. اوليفر جيرو، نونيز، لوزانو، بيلي. يا عم بيلي حركته زي الزفت. هو كم نجم؟ 5. يلا. بقول لك مدافع عندي كده، مدافع جامد صح؟ لا يا زيدان وحش، زيدان وحش. هو بفكر ابيع بيليه واشتري كام ومهاجم جديد، ممكن اشتري بوشكش. ايه ده؟ اوه هدف الفوز، الريمونتادا، الريمونتادا. اوه اقوى ريمونتادا. مش قلت لك هنعمل ريمونتادا؟ مش قلت لك؟ لسه في وقت. لا كده مش عارف. ايوه كان خلوش. ايه ده خلاص انا فهمتك. جيرو يلا عايزين نلعب. مين اقوى واحد في الرأسيات؟ مش اكيد، ده ضعيف اوي في الرأسيات. يلا فينيسيوس. واحد اشوف. ايوه زيدان. مش زيدان. ايه ده ايه ده اللي بيحصل؟ ايه حركة المباراة دي؟ دي زي ايه؟ فم حاجة؟ الفم حاجة جاية ولا ايه؟ ازاي بيعدي المدافعين كده كلهم؟ صح والله زحمة. ايه ده ازاي عدت؟ لا بيليه زي الزفت، بيليه زي الزفت بجد. يلا كرة. أبيعك يا فارس. كده أنا اللي فزت. طب إيه رأيك نلعب ماتش تالت؟ أنا أعتقد لا خلاص بقى عشان ألحق أعمل شغل. ماتش تالت. بس انا فزت كده بالماتشين دول. طيب وبس كده يا جدعان، ده كان فيديو النهارده، ومع السلامه، وصلنا لفيديو جديد.